المجموعة السابعة تشهد أيضا مواجهات إقليمية خالصة لمنطقة جنوب وسط آسيا، حيث تلتقي تايلاند مع فيتنام في مباراة تجمع فريقين حصدا نجاحات كبيرة في السنوات الأخيرة، وستكون هذه المباراة تكرارا للمواجهة بينهما في التصفيات الماضية، وحينها كان الفوز في كلتا المباراتين من نصيب تايلاند. المواجهة الثانية في هذه المجموعة بين فريقين من منطقة جنوب وسط آسيا ستكون بين إندونيسيا وضيفتها ماليزيا، حيث يتوقع أن تستقطب هذه المباراة حضورا جماهيريا كبيرا على استاد جيلورا بونكارنو.